منها مريضة نفسية صايرة الآن تستعرض يا أشين السر. واحدة عندها تقارير طبية ويعارف أنا وصلتني ومن المستشفى الخرج موجود عندي ولو تنكر نزلتها. يعني لا تفكرون أنها إنسانة سوية، مهما أنت حاولت ما راح تغيرها. واحدة تتهم بوه. أهلا وسهلا حياكم الله. المقطع اللي قبل شوي جماعة مليان أغلاط ومخالفات وأخطاء، أرجو ألا ينساق المتابع الكريم لمثل هالأطروحات التي يعني أشبه ما تكون بمعاول الهدم التي تهدم كل وعي، خصوصا فيما يتعلق بجانب الصحة النفسية والاضطرابات النفسية والمريض النفسي. يعني كل ما حاولنا قدر الإمكان أنه كمختصين أنه نردم الفجوة أو نحاول قدر الإمكان يعني نقلل أو نمحي حتى مسألة الوصمة المجتمعية، يجون يعني ناس من المشاهير أو ممن يدعون إنهم مشاهير أو حسبوا على المجتمع، يعني زي المحسوبين على المجتمع إنهم مشاهير، ويجون بهالأطروحات اللي فعلا أنا أشبه ما تكون بمعاول الهدم. المقطع مليان مخالفات. يعني هو أول شيء يقول إنه اللي مدري إيش وعايشة هناك ومدري إيه عندي التقارير حقتك ومدري إيه. أول شيء يعني على أي أساس إنك أنت لك الحق إنك تأخذ التقرير وتحصل على تقرير ما يخصك، وإنك تنبش وتفتش عن الناس حتى لو كانوا يعني ما توافقهم في الرأي ولا توافقهم في الطرح ولا ما تأيدهم بأي شيء حتى لو تكرههم؟ على أي أساس إنه يكون التقرير معك؟ هنا تساؤل كبير. اللي أعرفه كمختص إنه كل التقارير لها طابع الخصوصية والسرية، أبدا ما تطلع لأي أحد إلا للشخص نفسه المعني، المريض نفسه، العميل، المراجع، هو الوحيد المخول إنه يسحب تقريره زي كذا. حتى ذوي المريض ما لهم حق ولا لقسم التقارير حق إنه يطلع تقرير بدون موافقة المريض نفسه لأهاليهم. هذا الشيء. الشيء الثاني، هل الآن أصبحنا إنه نعير بالمرض النفسي؟ يقول أوه إحنا عارفين ماضيك وعارفين إنك مريض نفسيا وزي كذا. هل أصبح الآن المرض النفسي عيارة؟ أو إنه مثلا قاعد يتهم إنها تهمة أو وصمة عار أو ما أدري، أو إنه خلاص المريض النفسي مرفوع عنه القلم؟ يعني عن أي وعي نتحدث؟ عن أي معلومات حابين نوصلها للمجتمع اللي يتابعون السوشيال ميديا، سواء كان البرنامج الأصفر ولا الأسود ولا الأزرق ولا إلى آخره، سناب، يوتيوب، فيسبوك، أيا كان، تيك توك، أيا كان يا جماعة، إنستغرام، ترى يتابعوه كافة فئات وأطياف المجتمع، الصغير والكبير والمراهق إلى آخره، والمتعلم وغير المتعلم.